أهلا بكم مجددا أحبتي الكرام، وصلنا إلى الدرس رقم 8 مع كلمة مهمة جدا، كلمة best. best كلمة مهمة سوف نتعلم استخداماتها الآن ومراد أهم المرادفات لهذه الكلمة. كلمة best فقط في دقيقتين، هدفنا حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا. حتى نحقق هذا الهدف ركز معي جيدا الآن حتى نلتقي إلى مرحلة أعلى في اللغة الإنجليزية. Get ready, اجهز. Write all the phrases, so you need a notebook and a pencil. اكتب جميع العبارات، لذا تحتاج إلى قراص وقلم حتى تكتب هذه العبارات. Just 2 minutes, فقط دقيقتان. And repeat after me 5 times aloudly. كرر خلف العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس مباشرة حين نشرها. أما دروس سابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. كلمة best تأتي بمعنى الأفضل، الأحسن، أو هذه المعاني الأخرى، لكن أكثر استخداماتها تأتي بمعنى الأفضل. كلمة best نستخدمها الآن في جملة. What was the best time? Best time، الوقت الأفضل of your life، في حياتك. What was the best time of your life? What was the best time of your life? ما هو أفضل وقت في حياتك؟ What was the best time of your life? كررها الآن 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد جدا. What was the best time? What was the best time of your life? نروح للمثال الثاني. He had tried his best to push them out. لقد بذل قصار جهده لإخراجهم منه. He had tried his best. بذل قصار جهده to push them, لإخراجهم out of it, لإخراجهم منه. مثال الثالث عندنا أيضا. She was my best friend. كانت صديقتي المفضلة. She was my best friend. She was my best friend. أهم مرادفات كلمة best: top، أفضل، leading، أساسي، greatest، أعظم، and highest، أعلى. الآن استخدم كلمة best في جملة، اكتبها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف حتى يستفاد منه الآخرون. شكرا لك على المتابعة، وانتظرنا في الدرس القادم، الدرس 81، مع كلمة جميلة وجديدة أيضا ومفيدة، وهي كلمة better. سوف نشرحها بالتفصيل في الدرس 81. استمروا بالمثابرة بتعلم اللغة الإنجليزية. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.